الموضوع مع ضيفنا هنا في الاستوديو محمد شاكر مدير موقع طقس العرب. أهلا بك أستاذ محمد. لنفهم ما يحدث مبدئيا شاهين، كيف تكون ومتى يبدأ رصده؟ يعني الحالة المدارية شاهين بدأت كاضطراب يسمى اضطراب مداري. اضطراب مداري عبارة عن كميات سحب وغيوم رعدية تكون في عمق البحر وقت في شهر 10 و11 وأيضا 5 و6 من كل عام، تنشط الحالات المدارية في منطقة المحيط الهندي وأيضا بحر العرب. رصدنا قبل 10 أيام تحرك حزم من السحب الكثيفة لحالة مدارية سابقة كانت تسمى جولاب، تحركت من خليج البنغال عبر الهند باتجاه المنطقة الشمالية الشرقية لبحر العرب. دخلت هذه السحب والغيوم كحالة مدارية إلى هذه المنطقة، ودرجة حرارة سطح مياه البحر في شمال شرق بحر العرب مرتفعة. لنفهم، نعم، ما معنى حالة مدارية تتأثر بما يحدث في البحر، سطح البحر، حتى نفهم كيف يتكون هذا الإعصار؟ أكيد. وما الفرق بين الإعصار وحالة مدارية؟ لماذا تسميه حالة مدارية حضرتك؟ نعم، هي في البداية تبدأ حالة مدارية تتطور إلى عاصفة، إلى منخفض مداري، ومن ثم يتطور إلى عاصفة مدارية، فهي تصنيفات. ثم بعد العاصفة المدارية يأتي الإعصار. والأعاصير تصنف إلى 5 درجات. فالحالة المدارية عبارة فقط عن اضطراب، يعني سحب وغيوم رعدية وأمطار لا تصل إلى مستوى حتى منخفض مداري. علاقتها في البحر علاقة وثيقة جدا، كلما ارتفعت درجة حرارة سطح مياه البحر، أي المياه دافئة، تتغذى هذه السحب على المزيد من بخار الماء وتتطور أكثر، وتنتقل الطاقة الكامنة من البحر إلى السحب والغيوم. هذا الأمر يجعل الاضطراب المداري يتحول في البداية إلى منخفض مداري كما حدث قبل 5 أيام، وبعدما تحول من منخفض مداري تطور إلى عاصفة مدارية وشارف على دخول بحر عمان. بحر عمان دافئ جدا، ساخن جدا المياه به، تطور إلى إعصار وأعطيت تسمية جديدة بحسب المراكز الإقليمية إلى إعصار شاهين من الدرجة الأولى، ودخل في مسار يعتبر شديد الندرة وهو إلى داخل عمق بحر عمان. هذا المسار حدث فقط مرة واحدة في عام 2007 في إعصار سمي إعصار جونو، ولم يحدث قط ربما في سجلات المناخية للمنطقة في شهر 10 أن يدخل إعصار أو حالة مدارية إلى داخل. الوقت متأخر يعني. نعم، ليس فقط مجرد الوقت، لم تحدث من قبل في شهر 10 أو أي حالات مدارية تؤثر أن تدخل إلى داخل في شهر 10، لأن نعم. المفروض في شهر 7 كما قلت، شهر 6 و5 وأيضا شهر 10 و11 تحدث حالات مدارية، لكنها تتركز في شهر 10 و11 أكثر. واضح. في مناطق جنوب السلطنة. لماذا سمي شاهين؟ هذه تسميات تأتي من دول مساهمة في المراكز الإقليمية. هناك كل دولة تضع مجموعة من الأسماء. المركز الإقليمي هو في الهند، الدول المنضمة له تمتد من السعودية وقطر وأيضا الإمارات وسلطنة عمان، وأيضا على الجانب الآخر الهند وباكستان والدول الأخرى المطلة هناك. فهناك جدول، فهي بالحظ يعني تأتي يأتي دور هذا الاسم بحسب جدول أسماء. طيب. نعم. تفضل بالبقاء معي، سنذهب لنذكر ببعض المواضيع. فما هي الأعاصير؟ ونحاول أن نفهم بعد هذه الصور وهذه المعلومات. مشاهدينا، نتعرف كذلك على أكبر 3 أعاصير مدمرة تم رصدها في العالم. نتابع. أعود من جديد لك أستاذ محمد. على سلم الخطورة شاهين في أي مرتبة يوضع؟
جاء كإعصار من الدرجة الأولى، مجرد ما تدخل الحالة المدارية إلى مستوى إعصار فهو خطر بحد ذاته. الأعاصير تصنف حسب يعني مقاييس مختلفة، لكن المقياس الأشهر عالميا سفير سيمسون هو هذا المقياس، يقسم الأعاصير إلى 5 درجات، الأعلاها الخامسة وأضعفها الأولى. يأتي شاهين في الإعصار درجة الأولى، يعتقد أن في وقت معين خلال رحلة هذا الإعصار قد تحول فعليا إلى الدرجة الثانية، لكنه تراجع إلى الدرجة الأولى. تراجع لها السبب السلطات العمانية خفضت تصنيف شاهين إلى عاصفة مدارية لا هو دخل إلى اليابسة الآن. بدأ يدخل اليابسة، ومجرد ما يدخل الإعصار إلى اليابسة يفقد أهم ميزة وهو مياه البحر. فيبدأ بالتلاشي، وبالتالي مرحلة أو مراحل تلاشي الإعصار هو تراجع التصنيف التدريجي من الإعصار ثم إلى العاصفة المدارية ثم إلى المنخفض المداري ثم ينتهي إلى اضطراب مداري. دخل إلى اليابسة بسرعة بقوة سرعتها 150 كيلومتر في الساعة. صحيح. ما التداعيات؟ أهم شيء الأمواج العالية جدا، تصل إلى 12 متر الموج، يعني بما يشبه تسونامي مثلا. تكون الأمواج في لحظة دخول الإعصار تغمر مياه البحر، الطرق والمناطق المنخفضة المجاورة للساحل، بالإضافة للأمطار هائلة الغزارة. للتشبيه، الأمطار التي هطلت حتى اللحظة في المناطق المتأثرة بالإعصار خلال آخر فقط 8 ساعات أو 10 ساعات بلغت حوالي في بعض المناطق 200 ملليمتر. ذلك للتشبيه ما يهطل مثلا في العاصمة السعودية في الرياض على مدار سنوات. يهطل فقط خلال 6 ساعات. فالميزات الأساسية رياح شديدة، أمواج عاتية، وأمطار غزيرة جدا. الآن يبدأ الإعصار بالتراجع، تراجع التصنيف. أكثر شيء مربوط في الإعصار خلال فترة دخوله إلى اليابسة هو تراجع سرعة الرياح والأمواج، لكن الأمطار الغزيرة تبقى موجودة وحاضرة بشكل كبير. ما الذي سيصل للإمارات للسعودية مثلا من ما لأنه حضرتك قلت لما يدخل اليابس يفقد من قوته؟ يعني المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أعلن أن المناطق التي ربما تتأثر بشكل مباشر هي منطقة العين في جنوب دولة الإمارات تابعة لأبوظبي، وأيضا في عمان يستمر تأثيره بشكل كبير على المحافظات التي يسلك بها. لكم وقت؟ لمدة 24 ساعة قادمة تبقى التبعات موجودة لهذا الإعصار. بالنسبة للمملكة العربية السعودية ستتأثر بتبعات غير مباشرة، كما أعلن أيضا المركز الوطني للأرصاد في السعودية هناك تراجع وسيكون على شكل منخفض مداري، وهو عبارة عن أمطار رعدية شبه معتادة أن تهطل في مناطق ستتأثر به جنوب غرب السعودية. الربع الخالي يمكن أن تشهد بعض الأمطار ناتجة عن هذا الإعصار أيضا. حضرتك كتقني، لما يرصد هكذا إعصار هل يمكن تخفيفه أو منعه؟ لأنه نرى بأن الأضرار كبيرة أوقات. الأعاصير أنظمة ضخمة جدا لا يمكن وقفها أو تخفيفها، لكن ما يمكن أكثر شيء عمله هو الاستعداد عبر أنظمة الإنذار المبكر، عبر توعية السكان بأهمية الانتقال والإخلاء، وأهم شيء طبعا الاستثمار أكثر في منظومات الرصد الجوي في المنطقة العربية. كوننا منذ حوالي 15 عاما تعرضنا إلى العديد من الأعاصير التي لم تكن معتادة من قبل. يعني خلال آخر 10 أعوام ربما هناك 10 أعاصير ضربت الجزيرة العربية، وبعض منها كان ذات مسارات غريبة. قبل عامين دخل إعصار وأثر على جنوب السعودية على سبيل المثال. عادة الأسماء تكون أسماء أنثى، كارولين إلى آخره، هذه المرة اسم أعتقد الدول التي ساهمت في التسميات هذه المرة في المركز الإقليمي قامت بالتغيير لأسماء أكثر ذات دلالات لها يعني لها ارتباط بالحضارة، مساواة، ولها أيضا ارتباط بالحضارة العربية مثل الجميع. على كل حال أود شكرك جزيلا، شكر محمد شاكر مدير موقع طقس العرب، شكرا على كل المعلومات.